أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من أطلق لحيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره وليس حبا للحية، هل يكون ممن كره ما أنزل الله؟ كيف ليس حبا للحية؟ يعني ما يحب السنة، صار اللي ما يحب اللحية ما يحب السنة، ولو قال أنا أحب سنة الرسول، إذا كره اللحية فهو يكره السنة، هذا تناقض. نعم، اقتداء بالرسول وهو لا يحب اللحية معناه لا يحب السنة. نعم.